السلام عليكم. اليوم كانت ليله ديال 26 ودوزنا واحد الاجواء رائعه بزاف في مسجد السوريين. تخيلوا معايا عامين ما عشناش هذه الاجواء هذه بسبب ديال كورونا. حق الحمد لله دابا تفتحوا الجوامع ودوزنا واحد ليله واعره خاصه بالدعاء اللي عمل واحد الدعاء واعر ديال الختم ديال القران. ونتمنوا من الله ان شاء الله تكون هذه النهايه ديال هذا الوباء وان شاء الله نرجعوا لهذه الاجواء هذه ديالنا في مدينه ديال طنجه الدينيه باش باقي كنحسوا بديك الاجواء ديال رمضان هنايا. ورمضان مبارك سعيد وعيد مبارك تا هو سعيد. صراحه اليوم الليله كانت واحد الليله واعره بزاف لان هذه عامين ما عشناش هذه الاجواء هذه واليوم عشناها. كنتمنوا من الله ان شاء الله هذا النهار هذا يكون واحد النهار مبارك وترفع علينا البلاء يعني بشويه بشويه. حنا شفنا هذا الشيء بدا كيتحسن ويكون اكثر واكثر. ورمضان مبارك سعيد ودابا عيد مبارك سعيد ان شاء الله باش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم اش نقول لك واحد الاحساس مزيون يعني شان شوف التجبار بنادم المساجد تفتحوا 26 صالينا مجموعين راه التيمبو هذا ما صالينا مجموعين او الحمد لله هادشي اللي نقولوا دابا عندنا هذا الوباء هذا والسلام. هو واحد الشعور اللي الصراحه توحشنا لان هذه عامين ما ادينا هاد الفريضه ديال التراويح في شهر رمضان. وليله القدر كنتمنوا الله عز وجل انه يوفقنا ليله وان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام وشهر رمضان كامل. الرساله ديالي هي كنتمنى ان المساجد نشوفوهم عامرين طيله السنه ماشي غير في شهر رمضان والله يتقبل من جميع المسلمين. اليوم نهار مبارك على حساب سينا عارف اليوم 26 يعني الدنيا هنا عاود الاجواء بنادم كلشي كيصلي هذه اجواء مزيانه فهمت. الشعور ديالي كنطلب من الله تعالى وتبارك بالغفران والصحة والعافية ونطلب من الله تعالى وتبارك يغفرنا ويسمحنا بالذنوب ديالنا واللي عملنا والحمد لله رب العالمين فهمتي. هو هادشي اللي كاين الحبيب ديالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اليوم واحد الليلة اللي هي مباركة جميع المسلمين وحنا فرحانين بالتواجد في هذا المسجد هذا تبارك الله مع الشي سعيد.
وكنقولوا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والعوش مبروكه. كنجيو كل عام كنصليو وكنشوفوا الناس كنفرحوا ملي كيجيو الناس كيصليو. كنتمنوا يكونوا الناس كل عام ماشي زعما دائما يكونوا كيجيو كيصليو هيدا ماشي حتى اليوم اللي هي ليله القدر عاد كلشي كيصوت كيجي كيصلي علاش ما كيصليوش دائما حتى اليوم عاد ليله القدر اللي بغى يتقربوا من عند الله الواحد اذا بغى يتقرب من عند الله خاصو يتقرب من دائما ماشي حتى يجي هذا النهار عاد يجي يصلي صد التراويح يصلي ليله القدر فهمتيني الخير رائع واش مبروكه وكنسبقوا العيد الجامعه الله يعاونكم شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.